السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيا الله الشباب، يا مرحبا ويا مسهلا. اليوم وصلنا نهاية هذه السلسلة ولله الحمد، بفضل الله أولا ثم دعمكم، يعطيكم العافية، ما قصرتم، لولا الله ثم دعمكم ولا ما كان وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن. طيب، زي ما تشايفين بالعنوان مكتوب اعتزال اللعبة، ممتاز، هذه راح أتكلم عنها في نهاية هذا المقطع، لكن الآن خلونا نركز على آخر حلقة اللي هي بعنوان الحرب. خلونا نبدأ. بسم الله. الحقيبة الحربية. أنا لما أتكلم عن الحقيبة الحربية فأنا أتكلم عن عدة أمور هامة تفيدك أنت كلاعب مبتدئ، بحيث أنك تدخل بعقلية واحد محترف يكون حاسب حساب الحرب وحاسب الأشياء المهمة اللي موجودة في الحقيبة. خلوني أسويها لكم بهذا الشكل ونبدأ مع أول واحدة اللي هي تسريعات العلاج. تمام، مهم جدا أنك تجمع أكبر عدد ممكن من هذه التسريعات بحيث أنك تعالج المصابين أول بأول. المستشفى حقك إذا كان فل، الجيش اللي راح تطلع فيه بعدها راح يموتون بالكامل، لأن المستشفى عندك فل وما اعتنيت فيه ولا في السعة ولا عالجت المصابين. فهمت الحين الفكرة؟ فهذه هي فكرة أنك لازم تجمع أكبر عدد ممكن من تسريعات العلاج. الشيء الثاني اللي هي زيادة سعة الجيش، من الاسم واضح أنه بيكون لك أفضلية في العدد. طيب، عندنا شيء اسمه زيادة الهجوم وزيادة الدفاع. من الاستكشاف يعني كلها واضحة. درع الحماية، درع الحماية لا تستهين فيه. كثيرين من اللاعبين الكبار اللي عندهم T5 استهانوا فيه وراحوا ضحايا بسبب الثقة العالية والغرور اللي يتملكهم، فانتهت لعبتهم، يعني تصفروا بسبب انه ايش يقول لك يا اخي انا ماني ضعيف، الدرع هذا العالم اللي تخاف على الجنود حقينها. طيب انت الحين بتخسر جنودك، كيف تقاتل يا بطل؟ يعني والله ما أدري، في ناس كذا عندها منطق غريب صراحة، فلا تهمل هذا الشيء، مهم جدا مهما كانت قوتك، هذه أساسيات. يعني أنا يقهرني اللاعب اللي عنده قوة وما يعرف هذه الأساسيات، ممكن أعرفها لكن مستهين فيها، مثل اللي راحوا ضحايا لها، فلا تصيروا مثلهم، يعني هذولي مثال سيء تماما. طيب، في عندنا الأشياء الثلاث هذه ما تقدر تستخدمها كلها مع بعض، تختار واحدة منها فقط. يعني عندك منع استكشاف وتبغى تستخدم زيادة دفاع، ما تقدر تختار واحدة منها زي كذا. طيب، في شيء ثاني ممكن استفيد منه يعني غير الأشياء هذه؟ نعم، تذكرون في المقطع اللي فات لما تكلمت عن الحراس والأحرف اللي يطيحونها؟ أيوة بالضبط، في حروف لتزيد الهجوم عندك أو الدفاع، فهذه مناسبة في الحروب، حاول انك تحرص عليها اول باول، دور حولك حواليك، يعني استغل كل شيء ممكن انه يرفع قوتك في الحرب، هذه هي الفكرة، ما تهمل اي تفصيل، علشان كذا اقول لك التفاصيل الصغيرة مهمة جدا. وعلى طاري درع الحماية او درع السلام مثل ما هو اسمه عندكم بالعربي، لكن في شيء مهم هنا، في شيء اسمه الحرب الضروس، إذا كان هذه عندك فعالة ما تقدر تلبس درع الحماية. ما تعرف وش الحرب الضروس؟ الحين أوريك إياها. هذه هي، أنت إذا شفت هذا الرمز، هذه هي، إذا كانت فيه ما تقدر تلبس درع الحماية. طبعا هي مدتها أتوقع 15 دقيقة أو 10 دقائق، أنا ماني متأكد، لكن إذا كانت فعالة ما تقدر تلبس درع الحماية. طيب هذه يعني هل هذه لها فائدة؟ في ناس يقول لك طيب وش فائدتها يعني طالعة كذا؟ طيب هذه فائدتها يا طويل العمر أنها تزيد الهجوم عندك بنسبة 3%. تمام؟ طيب هذه كيف أطلعها الآن؟ حلو، أنت تقدر تطلعها إذا هاجمت أو استكشفت. وضحت الفكرة الحين؟
تقدر تسويها الآن وتشوفي تطلع عندك طوالي. طيب إذا أنت لابس درع الحماية لا تستكشف ولا تهاجم حتى ما تكون حتى ما تطير الحماية عندك. أنا كنت أسويها في اللاعبين المبتدئين استفزهم، يعني أجيب جيش كذا صغير وأوقف جنب القلعة وهو يستكشف أو يهاجم أو لكن تطير منه درع الحماية ويروح فيها، فهو ما كان حاسب حساب الشيء ذا لأنه مبتدئ وهو بعارف. فوضحت الفكرة، انتبهوا تسوون هذه الحركة، أنك إذا كنت مفعل الدرع خلاص انتهى الموضوع، لا تستكشف أي شيء، خلك كذا جالس تتفرج بس. متى يموتون الجنود عندي؟ سؤال يتكرر بكثرة وفي ناس ما تعرف هذا الشيء، فالآن راح تعرف. إذا كانت المستشفيات فل عندك مثل ما قلنا، فحاول أنك تهتم بالعلاج أول بأول. في حالة مهاجمة مدينة، إذا كنت في وضعية الدفاع عن المدينة راقب المستشفى فقط، حاول أنك تعالجهم أول بأول حتى ما يكون عندك فل ويموتون الباقي. في حالة الهجوم أو الدفاع عن العلم، عن المعبر، عن حصن التحالف، طبعا اللي في وضعية الدفاع بتكون خسائره أقل من المهاجم. طيب في تعليمات هامة هنا، لا تهاجم المعالم وحدك، واضحة، لأنك هذا راح يعتبر انتحار، أنت رايح تنتحر بجنودك راح يموتون مباشرة. خلك مع الحشد دائما وأبدا، تبغى يعني تضرب مكان كلم أخوياك، أقوى واحد في التحالف هو اللي يسوي ويتكفل بهذه المهمة. لا تدخل مع حشد قليل تجاه عدد كبير، واضحة، يعني أنت روح استكشف المكان اللي راح تضربون فيه وشوف كم العدد هناك وكم العدد عندكم، لكن بشرط لا تدخل مع حشد يقود قائد ضعيف. هذه أشياء تقديرية أنت تقدرها بعد التقارير اللي يرسلون هناك الكشافة، يعني أنت الحين أرسلت كشافة يجيبون لك تقارير عن العدد عن القادة، فهذا شيء تقديري من عندك بالكامل. فالتزم بهذه التعليمات وأضمن لك إن شاء الله أنك راح تأدي بشكل كويس في هذه المهمة. معلومات تهمك، وهذه آخر فقرة معنا لهذه السلسلة اليوم، وبأستعرض لك صورة الآن. هذه طيب كيف المعادلة هنا الآن؟ ركز معي، هذه هي المعادلة. الرماة يهزمون المشاة، الخيالة يهزمون الرماة، أما المشاة يهزمون الخيالة. احفظ الصورة هذه عندك، أنت بعدين ما راح تحتاج الصورة هذه لأنك بتعرف هذا الشيء من نفسك بعدين وتتبرمج على الشيء ذا. فمبدئيا احفظها بحيث أنك تكون عارف المعادلة. لكن في سؤال هنا، هل هذه المعادلة صحيحة 100%؟ طيب لاحظ معي هنا الآن، في تعليمات هامة، يفوز صاحب أعلى مستوى جنود. نعم، يعني ما هو منطق واحد يطلع لك بجنود مستوى رابع وينهزم أمام جنود مستوى ثالث، مستحيل هذا الشيء يصير. القادة الأقوى ينتصرون، نعم القادة الأساطير على الملحميين ينتصرون، القادة الأفضل مهارات ينتصرون بهذا الشكل. العلوم الحربية لها دور كبير، نعم هذه هي، أنت كيف العلوم عندك الحربية؟ هذه لها تأثير. علوم التحالف لها تأثير فعال، يعني هذه خالصين منها هذه كلها تفيدك أنت كعضو في التحالف. التأثيرات المستخدمة لها دور فعال اللي تكلمنا عنها في الحقيبة الحربية، اللي هي زيادة الهجوم والدفاع والاستفادة من الأحرف والأشياء هذه. شجرة مواهب القائد تحدث فارق، نعم تحدث فارق كبير، يعني مثلا أنا بطلع بشجرة المهارة مع الرماة بحكم أن الرماة هم أقوى في إحداث الأضرار العالية، بينما المشاة تكمن قوتهم في الدفاع، أما الخيالة قوتهم في السرعة وكذلك الهجوم، يعني فهذه هي المعادلة. فأنت تختار الشجرة المناسبة اللي تناسب كل نوع من أنواع الجيوش عندك، تلقونها بالديسكورد التصاميم، تلقون الرابط تحت،
فشيكوا عليها هناك. بانتهاء هذه الفقرة ننتهي من هذه السلسلة ولله الحمد، ويكون أساسك كلاعب مبتدئ سليم 100% إن شاء الله تعالى.